رجعنا لحضراتكم من الفاصل. الكوسة بتاعتنا اتقلت اهي جنب الفلفل. اوكي هنبدأ نشغل الزيت تاني بتاعنا كده اهوت عشان هنحط فيه الجزر. كده اللحمة ادي البخار اللي انا قلت عايزه للطماطم، نزلت المية بتاعتها والتومة زي ما هي، ما عملناش اي حاجة. نبدأ ننزل الجزر، تمام. الصلصة نركب مكاننا كده، تبقى حاجة بسيطة يا جماعة. بس ايه زي ما اتفقنا مع حضراتكم قبل كده، قلنا ايه؟ قلنا الطبخ ابتكار مش احتكار. يعني انا عندي اللحمة المفرومة وعندي الخضار، كان ممكن نعمل كذا شكل. طالما عندي الجزر والبطاطس والكوسة ممكن اخدها طبيخ مثلا على الحل عادي قوي، وانزل باللحمة المفرومة. يبقى انا عندي مثلا تورلي بلحمه مفرومه، او عندي مثلا بطاطس مع بسله وانزل شويه لحمه مفرومه صغيرين معاها، يبقى برضه انا عامل ايه؟ زله بالبطاطس بسيط مع جزر. يعني الافكار كتير طالما الحاجه متوفره. سهله، اول واحد يحط كل المكونات دي مع بعض ويروح حاططها في البرام وداخل بيها الفرن، ماشي. هيطلع الطعم زي ما احنا تعبنا نفسينا وقلينا الحاجه لوحدها وبعد كده نسيبها وننزل بطريقه معينه هوريها لحضراتكم، كل ده بيفرق في الطعم. ادي البطاطس بتاعتنا، جميل. طبق ألم فيه الجزر بتاعي بطريقة كده، وأبدأ أنزل بالبطاطس. لو الواحد بقى في مطبخه في البيت مش هيقعد بقى يجيب منديل ويمسح شويه الزيت اللي جنب الطبق، لا طبعا احنا هنا لازم عشان حضراتكم تشوفوا منظر الحاجه يبقى ازرق. ادي العصاد بتاعنا بدا خش. اعمل حاجه جميله قوي يا جماعه، لو انا عندي جوزة الطيب عايز احط، لو عندي شوية كزبرة بودر جميل قوي مع الصنف ده والطبق ده. انا عندي شوية كزبرة بودر اهم، سيبهم يديني الريحة الجميلة
عشان لسه لما هيخش الفرن ويطلع اتفرج نشوف طعمه هيبقى عامل ازاي. كده احنا ايه عندنا كل حاجتنا جاهزه، بنوضب مكاننا ونشوف دنيتنا فيها ايه. ممكن وانا واقف كده بحضر البرام بتاعي اخليه هنا على جنب، وعندي طبق صغير بجيب مثلا شويه كابوتشي للتقديم بتاع الحاجه كده اهو بالطريقه دي، شايفين؟ حاجه ظريفه سهله وبسيطه. يبقى معاها كده اهو، ما عملناش اي حاجه يا جماعه، هي سبحان الله هي لوحديها الخضره نفسها عامله منظر جميل. جيب شويه خل بسيط كده، نقطه زيت بسيط، من غير ملح من غير اي حاجه، طبق ظريف وجميل. طبعا شايفين البطاطس بتاعتنا مع كده القليه بتاعتها كويسه. انا مش عايز احمرها زياده عن اللزوم، يعني انا عايزها نص تحميره بحيث ان انا كده كده لسه هسويها، بس انا خدت الطعم اللي انا عايزه اللي هي طعم البطاطس المحمره اللي هو التيست نفسه. هسيب دي كده على السريع وابدا انزل فيها. نبدا ننزل ببقيه الحاجه. حاجه جميله وظريفه، وطبعا يعني ارجو ان الحاجه تعملوها بنفس الطريقه وتجربوها وتشوفوا طعمها هيبقى عامل ازاي. مش عايز اقول لحضراتكم انا باخد يعني الرأي والجودة أول حاجة قبل ما بتطلع لحضراتكم، بناخدها مثلا من مخرج العمل، من الزملاء القائمين على البرنامج كله مثلا بيدوق، فالحمد لله يعني بيبقى رد الفعل جميل. يعني في ناس ياما بتتعب يا جماعة عشان حضراتكم تشوفوا البرنامج ده، عشان توصلوا لدرجة إن تشوفوا طبق، حتى لو طبق سلطة، حتى لو طبق فول عملناه. في ناس ياما خلف الكاميرا أنا بشكرهم، مش هقول أسامي لأن هم كتير قوي حبايبي، بقالنا رحلة مع بعض من أول القائمين على القناة لحد مخرج البرنامج، كل الموجودين حتى في الإعداد في المساعدين معايا، فأنا من خلال الدقيقة دي بشكرهم كلهم. طبعا احنا استعملنا كوبايه زيت كل ده، يعني احنا بقالنا دلوقتي ايه الحلقه كلها من اولها لاخرها عمالين نقلي، قال لنا جزر، قال لنا فلفل، قال لنا كوسه، بطاطس، وفي الاخر برده الزيت مش هيترمى معايا، هشغله برده تاني. ادي العصاد بتاعنا اهو، يعني بنحاول نوصل لحضراتكم يا جماعه رغم غلو اسعار مثلا او حاجه زي كده، احنا بنحاول نعمل وجبه باقل سعر بس طعمها جميل. عاملين النهارده برام لحمه بالعصاد، حاجه ظريفه وجميله، كلها موجوده في البيت، يعني اي خضار عندي اهم حاجه بس ان انا اقليه زي ما انا عملته ووريته لحضراتكم. دلوقتي هضطر بقى ان انا انزل ايه بالبسله من غير ما اقلبها، انا عايزها زي ما هي.
كده انا خلاص الزيت ده خلاص كده اوكي ادي حاجتنا. هنبدا نجيب الحاجه ديت ونبدا نشوف هنعمل ايه. ادي كده الجزر بنزل بيه في الاخر تحت خالص لان يستحمل درجه حراره الفرن اللي انا هحط فيه. جميل. وبعد كده بجيب حاجتي اهو شايفي. بسم الله كده نفس الطريقه. بعد كده بنزل بالحاجه ديت من غير رص ومن غير اي حاجه يا جماعه. اهيت كده اهوت هي رصه نفسيه لوحديها. ببدا انزل بالبطاطس كده اهو كده خلاص. بجيب ديت بعملها شايفين. باخد لحمه بس بخلي الجزر تحت زي ما وريت حضراتكم اهي. ادي البطاطس بنزلها بقى كده جوه الحاجه مع الكوسه مع الخضار اللي انا عامله ده بالطريقه دي كده اظن حضراتكم شايفينها. من غير ميه كتير طبعا. ان شاء الله حضراتكم تجربوها. اعمل حاجه جميله قوي اهو زي ما قلتلكم الطريقه دي كده. فكره جميله وشكلها هيبقى ظريف وما كلفتنيش اي حاجه يعني كل حاجه في البيت عندي ما عنديش اي مشكله. الفلفل الاسمر اهم حاجه اهو تمام. وادي شويه ملح صغيرين نكمل الطعم اللي احنا عملناه في اول الحلقه. هدخل دي الفرن تستوي وارجع اوريها لحضراتكم. ادي الطاجن بتاعنا طلعناه من الفرن استوى. السخونيه بتاعته طبعا زي ما حضراتكم شايفين اهي. وإن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم مع الكابوتشي. وأترككم في رعاية الله ونتقابل في حلقات جديدة. إلى اللقاء.